شوف صراحة كانت عندي خطرة تجربة انه ما كانش حفل يعني ندار في لوموند اغاب، ولكن ندار في الجزائر، وكان خاص بصناع محتوى تاع الجزائر، وكانت هناك خايبة شوية. فوالله ما حبيتش جو بارتيسيب، وكنت نمر هكا تاني بظروف شوية شوية، فقلت يلا بالك مرة أخرى. ولكن شفت باللي يعني كاين بزاف اللي شكروه، كاين بزاف اللي عجبهم الحال، خاصة أنه كانوا كاينين صناع محتوى من بلدان عربية اللي جاوا وداروا يعني صوروا في وطننا في جزائرنا، وراوا القصبة، راحوا المقام الشاهد، صوروا باللباس الجزائري، صوروا باللباس الجزائري. صراحة كنت بزاف فخورة وافتخرت بهذا الشيء، وإن شاء الله مرة أخرى.